أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، وتشمل هذه التعديلات غرامة تصل إلى 100,000 ريال في حال العبث بأجهزة الرصد البيئي، وغرامات تصل إلى 50,000 ريال في حالة تزوير البيانات أو الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم، مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة بحسب ما نشرت صحيفة أم القرى.